ولد الفنان العماني عبد السلام التميمي في 26 من سبتمبر لعام 1965. بدأت حياته الفنية من خلال المسرح المدرسي. درس بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية بدولة قطر، وقدم خلالها مسرحية صلاح الدين. اشترك في مسرح الشباب بعمان في عام 1982. رشحه الفنان الراحل سعد القبان للعمل في فوازير الشعر ديوان العرب الجزء الثاني من إخراج حسن حافظ. سئل الفنان القدير عبد السلام التميمي عن اختفائه عن الشاشة، فيجيب: أنا لم أعتزل الفن، ولكن الظروف حالت دون مشاركتي في عدد من الأعمال التلفزيونية، رغم الاتصال الدائم من الإخوة في التلفزيون والعروض التي تعرض علي سنويا، والتي دائما ما كنت أعتذر عنها لسببين: أولهما قراري بأخذ فترة استرخاء بعد رجوعي من الحج عام 2004، والآخر توقيت عملي الجديد الذي لم يكن مناسبا لمواعيد التصوير والتي كنت أفكر فيها جديا، وهو ما جعلني أبتعد قليلا، ولكنه ليس ذلك الابتعاد الذي يقود إلى الاعتزال، فأنا بين الفترة والأخرى أظهر في بعض الأعمال، ولعل أبرز دليل على ذلك مشاركتي في فوازير سوق الألعاب بثلاثين حلقة، وفي مسلسل اليرام للمخرج أنيس الحبيب الذي دائما ما يعرض علي المشاركة في أعماله، ومنها إنسان من زمن المستحيل، حيث عرض علي المشاركة في مسلسله اليرام بشخصية محورية وقبلت المشاركة. وبالنسبة لمسلسل في منتصف الطريق، فلكوني لعبت فيه شخصية الشرير بكل معناها ونجحت فيه، كما أحببت شخصية القاضي الشرعي التي مثلتها في أحد الأعمال الفنية، وشخصية الطبيب في مسلسل سعيد وسعيدة، هذا إلى جانب ولعي بالأعمال التي تكون باللغة الفصحى. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.